خسرتي ناس لأنك كنتي صريحة وصادقة معهم؟ هما خسروني. أنا الحمد لله ما خسرت أحد. وما بتتواصلي ترجعي معهم؟ إذا يهمني الشخص نعم بواجهه، لأني ما أبغى أفقد هذا الشخص ولا أبغى أطلع خارج دائرتي. ولكن إذا ما بهمني أو الأذى أكبر من إني أفكر إنه في خسارة، لأ، أنا أفضل إني أربح نفسي وما بعتبره خسارة ظهوره من حياتي أو خروجه من حياتي.